السلام عليكم خوتي. واحد المشكلة صار لواحد الزميل في لا ميكانيك، صرا في الماستر طروا ركب لاشين بيها بطوندير تاعها، ركب بصح شاولا كي ينوض تلقى بروبليم بلي ديكالا مع العين مكالاها باللوتي هادي اللي تشوف فيها الفيديو، وكي ينوض تلقى فيه بروبليم ديكالي موترنات انورمال. كيما تشوف الطوندير تاع الزيت ها كي يكون جديد كيما هذا، راه جديد راه خاوي من الزيت. باينه طوندير كي تركب لاشين جديده ولا تكون طوندير قالعه ويكون خاوي من الزيت، يكون خاوي كيما هاك ويولي بهذه الطريقه. تسمى شدير انت ايفيتي فت زيرة تاع لابولي كي تركب صوالحك قاع ويكون طوندير عاد جديد ويكون خاوي من الزيت، ايفيتي حاجه، ايفيتي كي تركب لا كاش تاعك ولا بولي، ايفيتي كي تزير بالسانكيم ايفيتي ما يرجعش ليق الموتور الرول، ليق ما يرجعش سونس كونترير. كي يرجع الرول في ديك اللحظه يديكال لك بالدرس من تحت. تما اش دير نتايا؟ تبع في الفيديو طريقه اللي باش ما تصرالكش ديال المشكل. كيما هاك تزير غير شويه، غير تلحق البونون، تلحق هذا مكان، غير تلحقه ليق الموتور كاع ما يدورش، غير تلحقه كيما تشوف دار غير ابان صاي حبس. علاه؟ تزير غير ابان باش هذا البينيو هذا الدخلاني تاع البومبا تاع الزيت هذا اللي تشوف فيه يولي يدور. تما اللي تلحق شويه، كون ما تلحقش كاع ما يوليش كاين غريساج تاع الزيت. تما هذه السلسله الدخلانيه ما توليش البومبا تطلع الزيت. تما اللي تلحق غير شويه باش تولي تغريسي. تما مين كيما هكا تلحق شويه وتنوض الموتور تاعك، تما صاي الطوندير يطلع لها الزيت واللاشين تتزير والطوندير يتزير. تما كي الموتور يرجع الرول ما يديكالاش. ايا كي تلحق شويه كيما هكا وتزير بالسانكيام، ها كيما تشوف هكا ها الموتر نوته وكاع، ايا من بعدها غادي كي يولي يرجع الراول كيما هكا ما عليا والو. تما باش ما يصرالكش المشكل دير الطريقه هادي وربي يحفظكم.